الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 35 بعد 100، الدرس الثالث في الإحصاء الوصفي Descriptive Statistics تحت عنوان مقاييس التشتت الجزء 2، وهو تباين المجموعات المتعددة Measures of Dispersion Pooled Variance. أرجو أن يكون فيه الفائدة القصوى لأحبتنا الطلبة والمتابعين في كل وطن العربي الكبير، وعلى بركة الله نبدأ. تباين المجموعات المتعددة Pooled Variance، قدمنا في المقطع السابق عن مقاييس التشتت Measure of Dispersion، وكان أولها مقاييس التباين أو مقياس التباين Variance لمتغير واحد فقط. وقد عرفنا التباين بأنه العزم الثاني حول الوسط الحسابي، أي أنه متوسط مجموع مربعات انحراف قيم المشاهدات XI عن وسطها، اكس بار في حالة العينة العشوائية، او ميو في حالة المجتمع الإحصائي بكافته. يكتب رياضيا بالصيغة التالية اللي هي نتحدث عن صيغة التباين. التباين سيجما سكوير تساوي حاصل المجموع من المشاهدة الاولى وحتى اخر مشاهدة للفرق بين كل مشاهدة ومتوسطها تربيع مقسم على حجم المجتمع الإحصائي. طبعا هذه الصيغة لتباين متغير اكس هي إذا كانت البيانات تمثل كافة مفردات المجتمع الإحصائي. أما إذا كانت بنعينة عشوائية فبتكون كما في الصيغة الآتية: السكوير تساوي حاصل مجموع انحراف القيم عن وسطها الحسابي تربيع مقسم على نون ناقص واحد حجم العينة مطروح منه واحد صحيح، لأننا لجأنا إلى عينة عشوائية. هذا هو قيمة التباين المتغير العشوائي إذا كانت البيانات مسحوبة من عينة عشوائية. الآن تباين المجموعات المتعددة، قد نحتاج في بعض الأحيان إلى معرفة التباين الكلي لأكثر من مجموعة من البيانات، وخاصة عندما يكون لدينا أكثر من عينة مستقلة من المجتمع الإحصائي نفسه. في هذا الحال نلجأ إلى ما يسمى تباين المجموعات المتعددة، وهو معرف رياضيا لمجموعتين. طبعا هنا مجموعتين كمثال، لكن يمكن أن يعمم على أكثر من مجموعتين 10، 20، 5 وهكذا. وهو معرف في هذا المثال رياضيا لمجموعتين من البيانات المستقلة المسحوبة من مجتمع إحصائي واحد كما يأتي. الآن هذا هو Pooled Variance أو تباين المجموعة المتعددة، يساوي حاصل مجموع انحراف مربع انحراف القيم عن وسط الحساب المجموعة الأولى مضاف إليه حاصل مجموع انحراف القيم عن وسط الحساب تربيع مقسم على درجات الحرية. طبعا هنا الآن تباين المتغير العشوائي، طبعا Pooled Variance، حيث ترمز S1 تربيع إلى مجموع مربعات انحراف القيم كما ذكرت عن وسط الحساب للمجموعة الأولى، وS2 تربيع إلى مجموع مربعات انحراف القيم عن وسط الحساب للمجموعة الثانية. ويمكن كما ذكرت تعميم صيغة تباين المجموعات لتشمل أي عدد من العينات العشوائية المستقلة. مثال على تباين المجموعات: سحبت عينتان عشوائيتان من موظفي شركة ما للتعرف على عدد ساعات العمل الإضافية الشهرية، وكانت بيانات العينتين كما يأتي. عند المجموعة الأولى المجموعة الثانية ربعت، طبعا هنا يعني ربعت قيم المجموعة الأولى وقيم المجموعة الثانية حتى أخفف من الحسابات. عندي المشاهدة الأولى من المجموعة الأولى 25، المشاهدة الأولى المجموعة الثانية كانت 20. عندما ربعت هذه القيم كانت 625 ل 25 تربيع، وهنا كانت 20 تربيع تساوي 400. المشاهدة الثانية من المجموعة الأولى كانت 25، المشاهدة الثانية من المجموعة الثانية كانت 20، فطلع يعني كانت النتيجة كما كانت في السابق 625 625. المشاهدة الثالثة من المجموعة الأولى كانت 30، كانت المجموعة الثالثة من المجموعة الثانية 25، عندما ربعنا كانت 900 و625. المشاهدة الرابعة كانت من المجموعة الأولى 35 و30 المجموعة الثانية، التربيع أعطاني 1225 و900 المجموعة الثانية، وأخيرا المشاهدة الأخيرة والخامسة للمجموعة الأولى 35 30 المجموعة الثانية، وكان المجموع كما كان في السابق 1225 و900. المجاميع الآن هنا وضعت مجموع هذه حتى نحصل على ما يسمى الوسط الحسابي لهذه المجموعة، ثم وضعت المجموع هنا 125 المجموعة الثانية حتى نحصل على الوسط الحسابي،
ومجموع المربعات x واحد تربيع كلهن 4600 و x اثنين تربيع يساوي 3225. هذه هي المجاميع. نكمل. يمكن أن نصل إلى الحل بطريقتين بسيطتين. الأولى تقتضي الحصول على مجموع مربعات انحراف القيم عن وسط الحساب كما يأتي. عندي الآن المجموعة الأولى، هذه انحراف القيم عن وسط الحساب اللي هو X1 لكل مشاهد ناقص أو مطروح منه X بار اللي هو الوسط الحسابي، وهنا عندي X1 ناقص الوسط الحسابي لكن الكل تربيع. عندي قيم المجموعة هاي الثانية هنا في خطأ طباعي، قيم مجموع المجموعة الثانية وأعتذر عن هذا الخطأ. هنا الآن انحراف القيم طبعا لازم يكون بصفر فربعناه هنا، فإذا 25 كانت المشاهدة الأولى بالنسبة للمجموعة الأولى، المشاهدة الأولى من المجموعة الثانية كانت 20، فعندما أخذنا انحراف القيم كانت 25 ناقص الوسط الحسابي. طبعا نكملها حتى نبين، هاي المشاهدة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وأخيرا المجاميع. هنا الوسط حسابي لهذه المجموعة 30، مجموع انحرافات القيم يجب أن يساوي صفرا وإلا بتكون عندنا في خطأ معين. مجموع الآن انحرافات القيم تربيع عن وسط حسابي يساوي 100. هنا قيم المجموعة الثانية بعد ثاني مرة عن الخطأ، هنا هي المجموعة الثانية. فالآن عندي المجموع القيم هنا يعني الوسط حسابي لها اكس بار يساوي 25. الآن الانحراف القيم كلها مجموع يساوي صفرا وبخلاف ذلك بيكون في عندي خطأ. مجموع مربعات انحراف القيم الآن يساوي 100، فسبحان الله طلع عندي 100 100 عن المجموعتين. ما يعني بأن مجموع مربعات انحراف القيم عن وسط حساب المجموعة الأولى هو يساوي اكس واحد ناقص X بار الكل تربيع يساوي 100 المجموعة نتحدث، وأن مجموع مربعات انحراف القيم عن وسط الحساب للمجموعة الثانية طلع عندي X2 ناقص X بار المجموع الكل تربيع يساوي 100. نكمل. أما الطريقة الثانية البسيطة نستخدم فيها استخدام إشارة الجمع، وهي تؤدي إلى النتيجة السابقة ذاتها. بالنسبة للمجموعة الأولى طلع عندي مجموعة على عبر خمس مشاهدات تربيع طبعا تساوي هذه الصيغة. إذا تذكروا أنه مجموع من X1 يساوي I يساوي 1 إلى X يساوي 5 للمجموعة الأولى ناقص كل مشاهدة من وسط الحساب التربيع يساوي حاصل جمع كل مشاهدة تربيع مطروح منها 1 على حجم العينة مضروب في مربع كل القيم، وتساوي 4600 ناقص خمس في 1150 تربيع وتساوي 100. أما بالنسبة للمجموعة الثانية فاستخدمنا نفس الطريقة وكانت النتيجة كما هي 100. الآن حل المثال ما يعني طبعا بناء على هاتين النتيجتين يكون تباين المجموعتين كما يأتي. هذا تباين pooled variance اللي هو مجموع مربع انحرافات القيم عن وسط الحساب للمجموعة الأولى ومجموع مربع انحرافات القيم تربيع طبعا للمجموعة الثانية على حجم العينة من المجموعة الأولى حجم العينة من المجموعة الثانية مطروح منه 2 حتى نحصل على درجات الحرية، وتساوي 100 زائد 100 مقسم على 5 زائد 5 ناقص 2، والنتيجة النهائية بتكون 200 على 8 وتساوي 25. ما يعني بأن الانحراف المعياري يكون سيجما تساوي جذر التربيع إلى 25 ويساوي 5. المقطع القادم بإذن الله تعالى، شكرا لكم على حسن متابعتكم. سيكون المقطع القادم بحول الله عن مقاييس التشتت وتحديدا عن Relative Dispersion Coefficient Variation اللي هو التشتت النسبي أو معامل التغيير. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.